عليكم. بداية بحب أرحب فيكم في هذا اللقاء، وبتمنى أنه يكون مفيد إلنا جميعا. أنا جاودة منصور، مهندسة وباحثة مستقلة، بحاكيكم من قرية عنين في محافظة جنين. ممكن تشوفوها الخارطة، هي في الشمال الغربي لجنين. وبحب كمان أشكر الأكاديمية لمنح هذه الفرصة للحديث عن موضوع ممكن يكون كثير جدي وحديث، وفي كثير تحدي للقضية الفلسطينية، ألا وهو التطبيع والمقاطعة. رح أبلش بالفيديو بالباوربوينت اللي حضرت لكم إياه. اليوم بلقائنا رح نتحدث عن التطبيع، شو هو، شو بقصد فيه في الحالة الفلسطينية، شو علاقة التطبيع بالمقاطعة، عن تاريخ التطبيع العربي الإسرائيلي، وعن أشكال التطبيع اللي هي في عدة أنواع، من السياسة اقتصادي سياحي إلى آخره. رح نتناولها، رح نتناول كمان عن حركة مقاطعة إسرائيل اللي هي BDS، وعن أثر التطبيع على الدول المطبعة وعلى العرب والمسلمين، إيش في مكاسب وإيش في خسائر. رح نحكي كمان عن أثر التطبيع على إسرائيل وعلى القضية الفلسطينية، وعلى ليش إسرائيل كتير مهتمة في التطبيع مع الدول العربية، ونشوف إيش دور الرسمي والدور الشعبي في مناهضة ومواجهة التطبيع. وأخيراً رح نتعرض لعدد من النماذج المشرقة في مجال مقاومة التطبيع. بداية، إحنا شفنا في آخر فترة في العام الماضي بالتحديد هرولة عدد من الدول العربية للتطبيع علاقتها مع إسرائيل. بدأ كأنهم في سباق، الكل مستعجل بده يطبع قبل لا يخلص دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فترة ولايته. اللي ميز موجة التطبيع هذه إنها ما اكتفت بس ببدء علاقات دبلوماسية وسياسية مع الكيان الصهيوني، وإنما تجاوزت الأمر لتشمل مبادرات شعبية بالزيارة والترويج للاحتلال ومديحه والتغزل به. وأكيد أغلبكم ناشطين على السوشيال ميديا، شفت كثير فيديوهات ممكن تكون كثير استفزتكم وأثارت عواطفكم. إذا أنتم كثير مهتمين في القضية الفلسطينية، وهذا ما أتمناه، أكيد كانت مشحونة بمشاعر سلبية لما يحدث. هلأ، خطوات التطبيع هذه كانت خروجا عن الإجماع العربي الرسمي اللي هو متمثل بالمبادرة العربية للسلام المعلنة في قمة بيروت في 2002. هلأ، في 2002 كان في إقرار لمبادرة عرضها الأمير عبد الله، اللي طرحت قبل أسابيع من انعقاد القمة في بيروت، وتضمنت انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 67 إلى حدود الرابع من حزيران، يعني إنه تفكيك المستوطنات اللي في الضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. مقابل شو المقابل؟ هو قيام دول الجامعة العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكانت المشكلة قبل انعقاد القمة هي اعتراض بعض الدول العربية على شرط التطبيع، حيث قدمت عدة اقتراحات، منها إقامات بدل التطبيع اللي هي إقامة علاقات طيبة، أو إقامة سلام شامل بدلا التطبيع. هلا شفنا عدد من الدول كانت ممكن اللي كثير أثارنا هو بلد اللاءات الثلاثة اللي دخلت في قطار التطبيع، اللي هي السودان اللي كانت بقمة الخرطوم بعد حرب النكس اللي هو بال1967، عقدت قمة عربية في الخرطوم وخرجوا بلا ثلاثة، كانت لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل. وللأسف شفنا السودان دخل في قطار التطبيع. شو هو التطبيع وحالته مع الكيان الصهيوني؟ هلا، التطبيع هو مصطلح سياسي يشير الى انه نجعل العلاقات طبيعيه بين قوسين بعد فتره من التوتر او القطيعه لاي سبب كان.
هلا التطبيع هو مشاركة في أي مشروع. بالنسبة لحركة البي دي اس اللي هي راح نتناولها أكثر في لقدام، هي المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط سواء محلي أو دولي يجمع على نفس المنصة بين فلسطينيين أو عرب أو عرب وإسرائيليين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وما بيستوفي شرطين. شو هما الشرطين؟ أول إشي أن يعترف الطرف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بما وجب القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وكثير طبعا تعرفوا أنه في قوانين دولية كثير بتلزم إسرائيل بإعطاء الشعب الفلسطيني كشعب مستعمر عدد من الحقوق، وأن يشكل النشاط شكلا من أشكال النضال المشترك اللي هو ضد نظام الاحتلال والأبرتايد. هلا التطبيع مع الإسرائيل شو يعني؟ يعني بشكل مبسط أكثر من هيك، هو إنك تعترف بها كدولة ذات سيادة على الأرض، وتحول العلاقات الصراع التاريخية اللي إحنا كنا بنعرفها في علاقة العرب مع إسرائيل، هي علاقة حرب مش علاقة صداقة، إنك تحولها لعلاقات طبيعية وعادية وشاملة، وتكون هذه شاملة لجميع جوانب الحياة، وتكون على المستوى الرسمي والشعبي، والسماح بإعطاء فرصة للكيان الصهيوني وإيديولوجيته باختراق مجتمع الدولة المطبعة. يعني رح تسمح له ينشر قصته وينشر روايته بشكل طبيعي في الدول العربية ودول الجوار، وكمان اللي هي قبول الكيان الصهيوني كعنصر في الجسد العربي والإسلامي. يعني هو بطل دولة غريبة أو طفيل في منطقة الشرق الأوسط، هو صار جار وصار علاقته المفروض تكون طبيعية معنا. هلا إيش المقاطعة بالمقابل لما عرفنا إيش التطبيع؟ هي إنه العزلة وتقطع العلاقات إذا كانت قائمة، والتباعد إنك تبعد عن هذا الشخص أو هذه الدولة. تطبيع فيه محاولة لإقامة علاقات وجعلها في إطار تطبيعي إن لم تكن في أصلها كذلك، يعني إذا ما كانت هيك أنت بتحاول تخليها طبيعية. هلا ويقع التطبيع في العلاقات الطوعية، يعني ما بقدر أنا أحكي عن إشي قسري إنه هو تطبيع. هلا راح ممكن حد فيكم شاف حوارات إنه ما هو هالفلسطينيين مثلا في عندهم عمال في الداخل، مثلا في نسبة كبيرة من الفلسطينيين تشتغل في الداخل. في حدا بيرفع إيديه؟ أنا راح أعطيكم ممكن بس نخلص هذه الفقرة أشوف إيش في عندكم في الشات وأرجع أكمل. أوكي، هلا بالعلاقات زي ما حكينا اللي هي الطوعية اللي بتيجي عن انت من خاطرك بتعملها مش بالعلاقات القسرية، وبتختلف معايير مناهضة التطبيع من فلسطين للدول العربية للعالم، يعني ممكن تكون هاي المعايير مختلفة. طبعا ليش؟ لان انا اللي بعرف عن فلسطين وبعرف كيف الهوية الفلسطينية مركبة، كيف في عنا اراضي بال67، اراضي بغزة، في عنا بال48، كل حدا فيهم له معايير معينة. لأن مثلا أنا إذا بحكي عن أراضي ال48 وأقول له مثلا لا تستخدم المنتجات الإسرائيلية أو لا تروح لا تتعامل مع مؤسسات الاحتلال، ما بقدر أنا أقول له هيك لأنه هو أصلا مجبر يعيش تحت النظام الإسرائيلي وتحت منظومته المنظومة الكاملة له. فمعايير المناهضة التطبيع بتختلف من حسب المكان اللي أنا ساكن فيه أو أنا بحكي منه. هلأ بيشمل التطبيع أنشطة اللي هي بتساوي أخلاقيا أو سياسيا بين الطرفين، يعني أنا بتعامل مع المستعمر الإسرائيلي مع المستعمر الفلسطيني إنهم التنين زي بعض، بتجاهل حق الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة اللي هو طبعا كتير مهم وكثير بصير عليه، يعني هو مصيري بالنسبة للفلسطينيين. تقديم الرواية الصهيونية الزائفة للتاريخ كرواية موازية أو مرادفة للرواية التاريخية العلمية. وكلكم جزء سمعتوا لحد الآن منكم أخذتوا مواد الدبلوم عن الرواية الصهيونية وشو بتحكي عن أرض فلسطين وإنها أرضهم وأرض الميعاد وما إلى ذلك. سألين عن الطوعية والقسرية، في حدا بعد ما حكيت عن كيف إنه
الأراضي، تقسيم الأراضي مثلا في فلسطين إنه تختلف، ففي جزء منهم عم مجبورين إنهم يتعاملوا مع مؤسسات الاحتلال أو مع مواطنين في دولة الاحتلال. وكمان ممكن مرات تكون مثلا بالنسبة لأوسلو، في كثير حكي عنه إنه ليش مثلا اضطروا الفلسطينيين في النهاية يدخلوا لأوسلو، مع إنها كانت كارثة بالنسبة للفلسطينيين. فهذه الفكرة. طب خلينا نبلش في تاريخ التطبيع العربي الإسرائيلي. زي ما عرفنا إنه اللي صار في السنة الماضية مش اتفاقيات جديدة ولا موجة تطبيع جديدة، سبقها تطبيع عدد من الدول العربية قبل، يعني مسبقا كانت أولاها اتفاقيات كامب ديفيد اللي صارت في عام 1978، تلاها معاهدة السلام المصرية الصهيونية في 1979 اللي هي كانت بحضور مناحيم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي وأنور السادات الرئيس المصري في حينه، وأعلنوا فيها نهاية الحرب بين مصر وإسرائيل بموجب هذه الاتفاقية. فتحت هذه المعاهدة باب واسع للدخول منه للعقل العربي وخارطته الجغرافية والثقافية. الاتفاقية الثانية اللي هي صارت باتفاقية أوسلو اللي هي بين الجانب الفلسطيني بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات والإسرائيليين بقيادة رئيس وزرائهم إسحاق رابين، صارت بسبتمبر 1993، كان في بدايات لإلها في 91، وتم الاتفاق بينهم بواشنطن، ودخلوا الطرفين في عدة اتفاقيات، منها اتفاق غزة أريحة بال94 واتفاق طابة بال95 واتفاق باريس واتفاقات باريس الاقتصادية. يعني في عدة اتفاقات والحمد لله وقفوا بعديهم، ما عرفناش شو نتيجة هذه الاتفاقيات. هلا الاتفاقية اللي بعدها صارت كمان بين اسمها اتفاقية وادي عربة، صارت بال94 بين الأردن والكيان الصهيوني، وهي اتفاقية كانت ذات جوانب متعددة سياسية ودبلوماسية واقتصادية وجغرافية، وكان أخطر بنودها ما تتضمن تطبيعا كاملا يشمل على سبيل المثال فتح سفارة إسرائيلية وأردنية في البلدين، إعطاء تأشيرات لزيارة السياح، فتح خطوط جوية، وعدم استخدام دعاية عدائية في حق الدولة الأخرى. ومنها وقفنا شوية اتفاقيات، وللأسف في 2020 ظهرت اتفاقيات جديدة اللي هي اتفاقات أبراهام، كانت بين عدد من دول الخليج وإسرائيل. بدأت بالإمارات بسبتمبر 2020 في واشنطن، وقع فيها مسؤولين إماراتيين وبحرينيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاقات تشمل تطبيع العلاقات بين البلدين، بين الثلاث بلدان. وفي 2020 لحقهم كمان المغرب بقيادة الملك محمد السادس، وقع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وبنفس الشهر كمان صار في حديث لاتفاقات مع السودان، اتدشن في يناير 2021 لما انضم السودان رسميا للدول اللي طبعت. هلا أشكال التطبيع على المستوى الفلسطيني والمستوى العربي، في عدة مستويات للتطبيع وعدة أشكال له. في على المستوى الفلسطيني بنحكي عن تطبيع رسمي اللي هو ما يسمى محليا بالتنسيق الأمني، وفي لجنة تواصل مع المجتمع الإسرائيلي بتقوم بهاي المهمة. هدول يعدان من أخطر أنواع التطبيع الرسمي الفلسطيني، وبشكل خطر على النضال الفلسطيني، ويمكن صرتوا بتعرفوا إيش تبعات أوسلو، كانت من ضمنها هذا التنسيق الأمني اللي هو وفر غطاء فلسطيني للتطبيع الرسمي العربي المتصاعد مع دولة الاحتلال. يعني أغلب النقاشات كانت تدور لما صار التطبيع إنه هيكم ما أنتم الفلسطينيين مطبعين، ليش جاي بتنتقدني إني أنا بدي أدخل في علاقات مع إسرائيل.
والتطبيع الاقتصادي كانت أدت تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، اللي هو أنا قلت عن اتفاقية باريس الاقتصادية اللي هي تلت اتفاقية أوسلو، ربطت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل مع اتفاق مع الاقتصاد الإسرائيلي، وبالإضافة إلى انخراط جزء من رأس المال الفلسطيني في مشاريع القيادة البديلة والسلام الاقتصادي. وكان في بروز أشكال متعددة للتطبيع الاقتصادي، مثل استثمارات فلسطينية في المستعمرات الإسرائيلية. في عندنا مثال مركز مول اسمه رامي ليفي في مستعمرة عطاروت وغيرها من المشاريع. نيجي للدول العربية، أهم إشي كان يتم الحديث فيه في التطبيع كان عن تطبيع اقتصادي اللي هو استثمارات ومشاريع اقتصادية بمشارك. مثلا ايش الامثله على التطبيع الاقتصادي؟ هو انك تشارك في معارض، تروج لمنتجات المستوطنات. كمثال مثلا عملت دوله الامارات الشقيقه انشاء صندوق استثماري بقيمه 10 مليارات دولار في اسرائيل للاستثمار في قطاعات الطاقه والمياه والتكنولوجيا والفضاء والصحه والزراعه. وكان عندنا كمان في نوع من التطبيع اللي هو سياسي، اللي هو طبعا اصلا السياسي فتح للي بعده، بس اكثر الحديث بيتم عن اقتصادي حاليا بصفته انه بيجلب منافع يعني للدول المطبعه. بالنسبه للتطبيع السياسي كان في فتح السفارات ممثلات للكيان الصهيوني، زياره لمجرمي الحرب الاسرائيليين لدول عربيه بصفه رسميه. التطبيع السياحي بيدخل في جانب تبادل الزيارات، انك تزور المواطنين يزوروا بعض على مستوى الافراد، وارتياد اماكن سياحيه ودينيه بين الجانبين. يمكن شفتوا سواح اماراتيين وبحرينيين في بيزوروا حائط البراق وبيصلوا جنبه، شاركوا في احتفالات الإسرائيليين بأعيادهم الدينية. وبالمقابل كمان شفنا إسرائيليين بيروحوا على الإمارات وبرجعوا ساركين المناشف زي ما شفنا بالفيديوهات. كان في تسيير لرحلات جوية مباشرة بين البلدين، شفنا شركة الاتحاد لما عملت دعاية لزيارة تل أبيب، وشفنا الفيديو اللي أظهرت فيه الهيكل المزعوم وكيف صار فيه كثير لغط عليه لاضطرت شركة الاتحاد تحذفه عن صفحتها، وإلغاء التأشيرة السياحية للإسرائيليين. هلا الرياضي نوع من التطبيع اللي هو لما يواجه لاعبين اسرائيليين، حد عربي يواجه لاعبين اسرائيليين بيمثلوا دولة الاحتلال، زي لما يكون في الاولمبياد او بطولات دولية. حتى لو جاءت هاي المواجهات بالقرعة، يعني هو مو قاصد يواجه الاسرائيلي بس اجت هذه بالصدفة او بالقرعة. والأكاديمي اللي هو عمل أبحاث مشتركة بين جامعات عربية وجامعات إسرائيلية، تبادل طلاب. مثلا بجوز سمعتوا عن قصة الطالبة الإماراتية اللي راح تدرس في كلية التمريض بجامعة حيفا وكانوا كثير مبهورين فيها. بالسابق كان في كثير أنواع من التطبيع الخاصة الأكاديمي، كثير كان حتى بين الدول بدون ما تكون العلاقات يعني بدون ما يكون في تطبيع رسمي. في مرات بيكون تطبيع أكاديمي بين جامعات بدون صفة رسمية أو بدون أمبريلا يعني، أو بمعنى إنها تكون بس على مستوى الجامعات. مثلا في عنا أحمد الزويل اللي هو كثير بنتشرف فيه كباحث كعالم مصري، لكن هو حصل على جائزة من جامعة عبرية وأجا على إسرائيل واستلم الجائزة في 1993 لعمله أبحاث مع أظن معهد وايزمان. في الثقافي والإعلامي اللي هو أنا بالنسبة لي لأني باحثة في الموروث الثقافي والثقافات والتنمية، بشوف أخطر أنواع التطبيع.
لأنه بتغلغل في بتغلغل من الخلف، يعني بيجيك بطريقة خفية، بيجي للأفراد بطريقة خفية وبيجي للجيل الصغير خاصة. وهلأ مع انتشار السوشيال ميديا وكل هذا الإشي بتلاقيه إنه فعلا أخطر إشي، لأنه سهل كثير الوصول لجميع الناس بطريقة سهلة وبسيطة. هلا ايش يعني يكون تطبيع ثقافي او اعلامي؟ انك تشارك في اعمال ثقافيه فنيه مسرح، وتكون المشاركه بين عرب واسرائيليين، ويكون ممكن يكون من وراها الهدف لها الترويج للكيان الصهيوني، او بالاعلامي اللي هو ظهور شخصيات اسرائيليه على قنوات اعلاميه عربيه، وتلاقيهم يحاوروا ويبرزوا وجهه نظرهم ويفندوها. هلا في ناس بتقول لك انا ممكن اعمل هذا الاشي عشان افهم وجهه نظر العدو. هلا انت ممكن كثير تفهم وجهه نظر العدو بدون الحاجه انك تستضيفه وتفوته على كل بيت، او على وما بتعرف الناس قديش هي متمكنة أيديولوجيا ومتمكنة فكريا وقديش هي واعية، إنك تستضيف شخصيات زي هيك. ممكن بتعرفوه هذا الناطق الرسمي أو المتحدث الرسمي باسم، عم بشوف التعليقات، بتعرفوها في خاي ولا أدرعي ولا إذا بتعرفوا، إذا أنتم من مناهضي التطبيع المفروض تعملوا له أنفولو، لأنه من يعني ممكن كثير كنت أشوف شباب صغار عم بيعلقوا بالسب أو بالشتم لإله. هذا الإشي أنت إذا بتفكر إنه هو مفيد أو بخدم القضية الفلسطينية فأنت يعني للأسف هذا خطأ، لأنه مجرد التفاهم، هو بس بده إياك تتفاعل معه. وطبعا في قنوات كثيرة غير الجزيرة، لأنه ممكن أنا أخذت الشط من الجزيرة، في كثير قنوات عربية استضافت إعلامية، استضافت أشخاص أو مجرد مسؤولين أو زي هذا اللي هو مجند، يعني هو صح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لكن خدم في الجيش، وبتعرف إيش ممكن يكون قتل أو ساهم في قتل فلسطينيين، فأنت بتستضيفه وبتعطيه الفرصة إنه يروج للرواية الإسرائيلية في كل بيت عربي. هنا راح أتوقف، أعرض لكم فيديو قصير. Okay, this is interesting. The country you see behind me is as hard for me to enter as North Korea. Because this is Malaysia. With my Israeli passport, it's almost impossible for me to enter their country, and even more impossible for them. And Israel are not friends. But over the past week, I got to make a lot of Malaysian friends here in Singapore. I got to know a lot more about their culture, their food, and their language. Jump! For now, my friendship with Malaysians can only exist outside of and outside of Malaysia. Siliam Bangaida. But I am convinced that one day, when governments make peace, we will meet inside of Malaysia, inside of Israel, and inside of Palestine. Inshallah! شفت في التعليقات حد عم بيحكي إنه عم نشوفه ومنساهم في زيادة المشاركات. يعني أنا بعتذر إنه اضطرينا نعرض الفيديو تبعه، بس عشان اللي ما بيعرف، للي ما بيعرف الشخصية هذه العظيمة، يعني يصير يعرف عليها عشان يعرف ليش هي خطيرة وجودها.
في بيوتنا أو تعاملنا معها. هلأ الناس دي اللي بيعمل التطبيع اللي هي دقيقة تلو الأخرى، اللي ما بيعرفه هو مدون فيديو شهير وبعرف نفسه، أنا مش عارفة كيف راكب معاه، إنه هو فلسطيني إسرائيلي واسمه هو نصير ياسين، بيكون بتبييض القمع الإسرائيلي ونظام الأبرتايد والتغطية عليها، بينما يقدم الوهم بثقافة حية للمعارضة الديمقراطية. يعني لما أنت تشوف حدا بيقدم حاله أنه هو فلسطيني إسرائيلي وبيقدر يطلع ويجي وينشر فيديوهات، فهو أكيد البلد هاي ديمقراطية. هذا إسرائيل طبعاً عاملة كثير، مخصصة مبلغ مالي كبير لتحسين صورتها، في استطلاعات كثيرة للرأي بتتم على مستوى العالم، بتكون فيها مثلاً بي بي سي، أظهرت أنها إسرائيل بتنافس كوريا الشمالية على مين هي سمعتها أسوأ. فوجود أشخاص زي هذا بيحكي إنه إسرائيل بلد الحريات وبلد الديمقراطية وبتابعوا ملايين الأشخاص، يعني بعرفش، أنا وقفت متابعته في 2018 بعد ما عمل فيديو اللي هو رقمه كان 439، وأنا أثر بنفسي كثير هذا الفيديو. كان الفيديو هذا بعنوان هل أنا في إسرائيل أو فلسطين، بيقول في ياسين موف اون اللي هو استمر، لأنه في الحياة هناك أشياء أفضل وأكبر للتركيز عليها من اسم قطعة أرض. هو مش فارقة معاه أنه اسمها فلسطين أو اسمها إسرائيل، وخلص أنت كشاب استمر في حياتك واكبر. هو يعني في فيديو آخر طلع بيقول إحنا لازم نكبر ونبطل يعني أولاد صغار نتقاتل. فالناس دي لخطورته بتكمن في تحويل القضية بين الفلسطينيين والاحتلال من قضية وطن واحتلال ولاجئين ومقدسات والانتهاكات حقوق إنسان بتصير جوا فلسطين، إلى مجرد كراهية متبادلة بين شعبين. يعني أنا بس بكره الإسرائيلي هيك، يعني صحيت الصبح وقررت أكره الإسرائيلي، وأن ما يحدث هو فقط صراع واقتتال بين شعبين متقاتلين على شوية أراضي هون وهناك. يعني هذه بس القصة. فناس ديلي هو وجه ناعم للتطبيع. هلأ ليش أنا قلت لكم أنه التطبيع الثقافي والإعلامي كثير، أنا بعتبره كثير مهم، لأنه هو وجه ناعم، يعني بيجي لك التطبيع بطريقة ناعمة وحلو، وشاب بصور فيديو وكذا، زي ما شفتوا بالفيديو اللي هو بنتقد ماليزيا لأنها بتمنع، كاتبة على باسبورها إنه بتمنع دخول الإسرائيليين لأراضيها، فهو بيحكي إنه إحنا ليش مانعينا، هاي عنصرية إنك أنت تمنع الإسرائيلي الديمقراطي إنه يروح ويسافر ويستمتع في البلدان العربية الإسلامية ويزورها ويزور الأماكن كلها اللي فيها السياحية وكذا. فهو نوع من أسرلة العقول، يعني هو بيستعمر العقول ويستخدم كل الإمكانيات الاحتلال ضمن بروباغاندا لتجميل وجه الاحتلال وإنه مكان للتمتع بالحريات والحقوق. هلأ إسرائيل كثير في انتقادات لإلها إن هي تعمل انتهاكات، هي بتروج لنفسها أنها الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، بتروج لنفسها أنها هي بلد الحريات وحقوق المرأة مصونة هناك، وحقوق مثلاً الجنسانية مصونة، التعددية الجنسية في إسرائيل مسموح فيها، وهي غير منطقة الشرق الأوسط كلها. هذا كله ضمن برنامج كامل بتعمله إسرائيل، سواء هو متورط معها أو لا، هي برنامج كامل لدولة إسرائيل اللي هي بيقولوا لها الريبراند، اللي هي إعادة تلميع إسرائيل أو إعادة تحسين سمعتها بين العالم، زي ما قلنا إنها بتنافس على أسوأ. ومنيجي لهون لموضوع تاني، كل شيء تمام لحد الآن. كمان لبنان الحمد لله لسه ممنوع دخول الإسرائيليين، بس بدي أعقب شوي على لبنان كمان، إنه المشكلة إنه قبل فترة، قبل بيجي سنتين، يعني بالفترة لحد قبل سنتين، كانوا الفلسطينيين يضطروا على جوازهم إنه ينختم ختم دخول إسرائيلي، ف
كنا إذا بدنا نسافر على لبنان يكون في مشكلة، لأنه عم بيظهر ختم إسرائيل على جوازنا الفلسطيني، وما كان مرات ما يتم النظر إنه إحنا عم ندخل على فلسطين، ما بنقدر ندخل إلا إذا سمح لنا الاحتلال أصلاً بالدخول أو الخروج منها. يعني فلسطين ما في إلها حدود مع الدول المجاورة، وبالتالي كان هذا عرضنا لمشاكل. صحيح فلسطين مش قضية تراب، وهي قضية دين وعقيدة، وحتى لو كان على الاسم، يعني أنا مين بيسمح إنه يجي حدا غريب يغير له اسمه؟ هلا رح نحكي عن الشركات الداعمة للكيان كمان شوي. شكرا. ل صح، هلا بدي احكي شيء اخير عن ناس ذيلي. كان في قبل فترة بدهم يعملوا اكاديمية ناس في الامارات، كان يختاروا 80 من صانعي المحتوى، وصار وكانت كثير مدعومة، واظن هي هلا يعني بلشوا تنفيذها، وفي عدد من المؤثرين بما يقال لهم انضموا لهذه الأكاديمية. كان في كثير من المؤثرين أو صانعي المحتوى انسحبوا من المشاركة نتيجة الدعوات لهم إنه ما تدخلوا في تيار التطبيع، أو ما تكونوا أداة من أدوات التطبيع الناعم. إذا بنكمل مع هيك مع حركة المقاطعة إسرائيل، اللي هي حركة كثير مهمة لتعرفوا عنها، البي دي أس، وهي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. هي هذه حركة فلسطينية، بلشت كحركة فلسطينية واندشرت بعدين عالميا، بتسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبرتايد من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني سري في الوطن والشتات. هلأ شو انطلاقتها؟ كانت بسبب فشل الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب القرار في وقف الاضطهاد الإسرائيلي المركب ضد الشعب الفلسطيني. أصدرت أغلبية المجتمع المدني، لأن هي حراك من المجتمع المدني الفلسطيني، بداء في تاريخ 2005 موجها لأحرار وشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة إسرائيل كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية. لأن هي نوع من أشكال المقاومة السلمية، وكأهم شكل من أشكال التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه. هلا المقاومة السلمية بتعرفوا مش الفلسطينيين مش أول ناس نادوا فيها، في عدد من ال اللي هو زي مثلا غاندي، كانت في نوع من أنواع المقاومة السلمية. ففي ناس مثلا بيقولوا هل كثير بتأثر المقاومة السلمية، رح نعرف من نتائج عمل ونشاط حركة مقاطعة إسرائيل قديش أثرت هي فعلا على إسرائيل. وزي ما حكيت، هي فعلا نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في بداية عزل النظام الإسرائيلي أكاديميا وثقافيا وسياسيا، وإلى درجة بسيطة اقتصاديا، حتى يعني حتى أن النظام الإسرائيلي اعترف وصار يحسب حساب لهذه الحركة. وراح نشوف بعدين شو إيش الأشياء اللي ممكن عملها عشان يقنن من تأثير هذه الحركة عالميا. زي ما بتشوفوا هذه الصورة حديثة من مدريد، كان طالعين في مسيرة أو مظاهرة للتوعية ولفت الانتباه للانتهاكات الإسرائيلية. إيش الكلام؟ إيش يعني المختصر ل البي دي أس؟ أين المقر؟ البي دي أس في إلها عدة مكاتب، يعني هي مش هي تقريبا في كثير دول في العالم. هي بلشت بفلسطين بس انتشرت زي ما حكينا عالميا، فهي مش بس بفلسطين، هي بتشتغل في كثير بلدان، خاصة في المنطقة، خاصة في أوروبا، شغالة كثير منيح في أوروبا. هلأ زي ما شفنا في حرف بي دي أس شو هما، البي
تيجي للبويكوت اللي هي المقاطعة اللي بتشمل وقف التعامل مع إسرائيل، مقاطعة الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية اللي بتتواطأ في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية. الحرف الدي بيجي للاستثمارات divestment اللي هي بتسعى لحملات سحب الاستثمارات والضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة الاحتلال والأبرتايد، إنهم بتطالب هذه الشركات أن تسحب استثماراتها أو تنهي تعاقدها مع هذه الشركات. وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفراد، مؤسسات، صناديق تقاعد، كنائس، بنوك، أي نوع من المؤسسات تطلب منها أنها تسحب استثماراتها من إسرائيل. فرض العقوبات اللي هي sanctions المقصود بها بالعقوبات اللي هي الإجراءات العقوبية اللي تتخذها، عقابية اللي تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية ضد دولة أو جهة تنتهك حقوق الإنسان بهدف إجبارها على وقف هذه الانتهاكات. بتشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها. يعني لو نحكي بعيدا عن إسرائيل، ممكن تعرفوا أنتوا العقوبات الأمريكية على إيران، فهذه نوع من أنواع العقوبات. مثلا على سبيل المثال أنه يوقف التعاون العسكري مع إسرائيل، وقف تدريبات عسكرية مع إسرائيل أو شراء معدات عسكرية منها، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، طرد إسرائيل من المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد البرلماني الدولي أو الفيفا أو غيرها. هلأ هم بيحاولوا في هذا المجال، بس يعني هم يعني هي بيعملوا حملات وبيحاولوا يجيبوا ناشطين وتوقيع من ناس مؤثرين في الدول الغربية بحيث يقوموا في هذا الإشي. بس للأسف مثلا في الفيفا شفنا إنه مؤخرا في محاولات لإجراء كأس العالم بالتعاون مع الدول اللي هي طبعت زي الإمارات ومصر وإسرائيل، بحيث إنه يكون يقام في هذه البلدان الثلاثة. هلأ قديش هي ناجحة؟ أنا يعني برأيي نجحت خاصة في المجال الثقافي والأكاديمي. مثلا في هذا حديثا، يعني شيء حديث صار في أكتوبر، الكاتبة الإيرلندية ساري روني رفضت أنها تترجم روايتها الإسرائيلية اللي Beautiful World Where Are You، أين أنت أيها العالم الجميل أو العالم الجميل أين أنت. مع العلم أنه كتابها الأول اللي هو اسمه Normal People تم ترجمته إلى 46 لغة ومنها العبرية، بس لما تواصلوا معها BDS وعرفت صارت عندها وعي وإدراك شو بصير في فلسطين، قررت أنها هي ترفض ترجمة روايتها الثانية للغة العبرية. هلأ لنشوف قديش إسرائيل متأثرة وأثرت هذه على إسرائيل. منشوف في القرارات الارتجاعية اللي عملتها إسرائيل لتحارب BDS. ففي حزيران مثلا، أنا أعطيكم أمثلة بس هي في كثير وممكن تلاقوها في الكتاب، في الفصل الكتاب اللي تم النصح في قراءته، وممكن ترجعوا لموقع BDS برضو على الإنترنت راح تلاقوا كثير شغلات مشابهة. بس أنا راح أعطي بس ثلاث أمثلة، اللي هو في حزيران بال2016 أعلن رئيس الوزراء دولة الاحتلال بأن حركة مقاطعة إسرائيل تشكل خطر استراتيجي على منظومة الاستعمار والاضطهاد الإسرائيلي، وبالتالي أحال مسؤولية محاربة الحركة عالمياً إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية. وبنفس السنة عقدت صحيفة يدعوت أحرونوت اللي هي اليمينية مؤتمر ضخم في القدس، ودعت له الكثير من الشخصيات الإسرائيلية البارزة بهدف محاربة حركة مقاطعة إسرائيل. وكانت إحدى أهم التوصيات المؤتمر أنه كرد على تنامي حركة المقاطعة دولياً أنه تكثف العلاقات، تكثيف العلاقات والتطبيع مع الدول العربية في اتجاه معاكس للمواقف التاريخية لشعوب المنطقة المناهضة للتطبيع.
يعني كرد على اللي بصير دولي إن نحاول إقليمي نعمل علاقات وصداقات مع دول الجوار. وأخيرا آخر مثال بذكره إنه بسبب تأثير حركة المقاطعة بدأت إسرائيل بتخسر التأييد الدولي كانت تحظى فيه، فشنت حرب قانونية واستخباراتية على الحركة وكثفت من أساليبها الملتوية في الضغط السياسي على الحكومات والبرلمانات الغربية الداعمة لها نحو اتخاذ خطوات لتجريم أو إعاقة عمل حركة المقاطعة قانونيا. يعني بطل ينفعهم البروباغندا أو اللي هي كل الوسائل اللي استخدموها لمحاربة البي دي اس، صاروا بدهم يلجأوا للقانون في تجريم الحركة. وممكن شفنا مثلا كيف الحركة حاولت، كيف إسرائيل حاولت تمنع أي ناشطين أو فاعلين في حقوق الإنسان في فلسطين إنه تطردهم برا أو تلغي تجديد فيزتهم، زي ما صار مثلا مع Human Rights Watch عمر شاكر اللي هو منعته إسرائيل من الدخول إلها ورفضت تجديد جوازه. وزي ما شفنا هون في حملات اللي هي بالبويكوت بيعرفوا العالم ووعوهم ايش المنتجات الإسرائيلية بأي باركود بتبلش، وبدول أوروبا بيزو بين المستوطنات الإسرائيلية والمنتجات الإسرائيلية. يعني بشكل عام المنتجات اللي في مستوطنات الضفة الغربية والأغوار هذه تعتبر زي محرمة في أوروبا، دائما بيكون عليها ليبل خاص إنه هاي أجت من مستوطنات، لأنه المستوطنات بالنسبة للأوروبيين هي طبعا غير قانونية وأصدروا كثير طبعا عنها، والكل هناك تقريبا بيعرف إنها يعني معاملتها تتم. اللي بدي أقوله إن هي معاملتها تتم غير عن معاملة المنتجات اللي تنتج في أراضي 48 طبعاً في أوروبا. وزي ما قلنا إنه ملاحقة البي دي أس بتتم قانونياً، مثلاً نجحت في 2019 الدعوات لمحاربة البي دي اس لما صوت البرلمان الألماني على إدانة البي دي اس ووصفها إنها هي حركة معادية للسامية وبتدعو إلى الضغط الاقتصادي لإنهاء احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنح المواطنين العرب حقوق متساوية، مع إنه هذا الإشي الأوروبيين كثير بتغنوا فيه الحقوق المتساوية وإعطاء الحريات، لكن لما تيجي لموضوع فلسطين بصير في موضوع معاداة سامية. ومش بس في ألمانيا، صارت كمان قصص في كندا وفي أمريكا إنه تم اتهام أكاديميين بمعاداة السامية، وصار بمحاولات إنه لتعريف ما هي معاداة السامية. هل انتقاد إسرائيل مجرد انتقاد إسرائيل أو انتقاد انتهاكها لحقوق الإنسان أو بشكل عام، هل هذا هو نوع من المعاداة السامية، أم هل أنا كأكاديمي أو كباحث أو كعالم يحق لي أن أدرس وأنتقد إسرائيل وأنتقد انتهاكاتها لحقوق الإنسان أو أنتقد سياساتها العامة بالنسبة للفلسطينيين كشعب مستعمر. وهذه زي ما شايفين في ناس ناشطين طلعوا يعني لحد اليوم بكثير بيحاولوا يضغطوا على البرلمان إنه يتراجع عن هذه الخطوة. بالآخر 2020 كان في توقيع عريضة لمئات الفنانين والناشطين الألمان يطالبوا إنه تنزال الصيغة، يعني حكم معاداة السامية على حركة البي دي اس. المنتجات الصهيونية موجودة في كل مكان، هي موجودة لكن لما تكون محطوط عليها ليبل انه هي اجت من المستوطنات، يعني في اوروبا بتجنب شرائها، فهذا الاشي كبد حكومة الاحتلال
ملايين الخسائر، إنه المنتجات اللي عم تنتج في المستوطنات يمنع توريدها، أو مش يمنع، هي تصدر إلى أوروبا لكن لا يشتريها الكثيرين. وبالتالي اضطرت حكومة الاحتلال لدعم هذه الشركات إنها من جيبتها الخاصة، إنه مثلاً تخفيف الضرائب عليهم، عدة شغلات عملتها لمنتجات المستوطنات عشان تمنع تساعدهم إنه ما يخسروا. أو هلأ هاد في أوروبا، هلأ شو عملت إسرائيل؟ كانت حاولت كخطة بديلة إنه أنا أروح لاتجاه آخر، يعني أنا ما بقدر أبيع منتجات المستوطنات في أوروبا لأنهم عندهم قوانينهم اللي بتمنع أو بتحد من بيع المنتجات المستوطنات، أنا بدي أحاول ألاقي سوق جديدة، فحاولت تبيعهم في الصين وفي الهند. وحالياً للأسف رح نيجي إنه هم عم ينباعوا حالياً في الإمارات منتجات المستوطنات. BDS هي موقعهم الإلكتروني، هم بنشروا التقارير، بنشروا الحملات اللي عم بيعملوها. نعم، BDS منتجات المستوطنات هي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والأغوار والجولان، اللي هي أراضي الضفة الغربية لأراضي 67. هلأ لأنه بالعرف الأوروبي هم بعدونها إسرائيل حدودها لحدود 67، مش كل يعني، فبعاملوا المستوطنات إنها إشي غير شرعي وإنها أقيمت على أراضي فلسطينيين. هلأ إحنا بالنسبة لنا كل الأرض فلسطين، بس يعني أنا بالنسبة إلي أشوف إنهم لو بقاطعوا جزء معين من المنتجات، فبالنسبة إلي هذا إنجاز. يعني أنا دائما بنظر ل الإنجازات حتى لو أنها بسيطة، يعني بعد إنه الإشي البسيط ممكن يراكم لقدام أشياء أكتر. الحواسيب حلوة إنك حكيتيها، لا رح نحكي لقدام في إشي عنها، يعني إنه هل في استثناءات لمقاطعة المنتجات أو مقاطعة الشركات، رح نحكي عنها. يمكن قبل لا نطلع في بريك أحكي لكم قصتي. هلأ إحنا للأسف ما بيكون، يعني ممكن موجة التطبيع الأخيرة اللي صارت وإنه صدمنا في عدد من الدول العربية، هو طبعاً المفروض ما ننصدم لأنها كانت في كثير اتفاقات ممكن بتصير تحت الطاولة، أو كان في تحركات وكان في بوادر تؤشر إنه راح يصير تطبيع بشكل رسمي في آخر 5 سنوات، لكن ممكن أنا بعده نوع من فشل الدبلوماسية الفلسطينية، إنه ما داركنا الموضوع أو ما أوقفناه قبل لا يصير بشكل رسمي. عن يعني قصة حقيقية صارت معي تشمل اللي هو التطبيع، إحنا كفلسطينيين هل ممكن نقعد مع إسرائيليين ونحكي بشكل ودي. هلا أنا في 2008 كنت خريجة جديد، وتعرفوا طالع على سوق العمل، وفوجئت طبعا في سوق العمل. تعرفوا يعني احنا فرصنا كشباب كثير، يعني حتى بجوز لليوم الفرص كثير محدوده للعمل، وفي كثير تحديات في سوق العمل وفي كثير تنافس. فكانت حرب غزه جديد يعني طازه خالصه، وانا كنت مقدمه لبرنامج، كنت بصفتي مهندسه يعني متوقع انه قضايا البيئه والمناخ راح تكون ترند او يعني تكون صرعه في العالم لقدام. فشفت معهد هو إسرائيلي عم بيعمل لبرنامج تدريبي للبيئة فصل أو فصلين، وممكن من خلال هذا التدريب إنه يفتح لك مجال تعمل ماجستير في جامعة أمريكية عن طريق التوأمات وما أدراك. وأنا قدمت له بصفة إنه يعني بدي أتعلم وأطور من مهاراتي بحيث أكون أنافس لسوق العمل، بكون إن احنا في فلسطين زي ما قلت لكم معايير التطبيع ممكن
أو مناهضة التطبيع سوري بتختلف شوي عن برا. يعني إحنا خياراتنا ممكن تكون في شغلات معينة محدودة، مش زي مثلا أنت تكون في دولتك في خيارات كثيرة، فليش تيجي أنت مثلا على إسرائيل لتدرس أو تتعلم. فقدمت لهذا البرنامج ورحت على مقابلة في فندق في مدينة فلسطينية معينة، وقدمت الامتحان ونجحت في الامتحان وعملت مقابلة. في خلال المقابلة يعني أنا يعني هو الشرح عن البرنامج بيكون شرح على الإشي الأكاديمي وإيش التريننج التدريب اللي أنت راح تحصل عليه، بحيث أنت تكون أنت عارف في البيئة منيح وعارف في المياه وعارف في الطاقة البديلة اللي هي صارت هلا كتير مهمة. وعرفت خلال النقاش في الأسئلة إنه راح يكون في نهاية إنه الموضوع مش بس موضوع إنه أنا أروح أقعد في جامعة وأتعلم وأتدرب على مواضيع المياه والطاقة والبيئة، لا، أنا راح أكون كل جمعة بعد صلاة الجمعة في لقاء راح يجمعني في إسرائيليين، راح نتحدث عن السلام وعن التعايش ونحب بعض يعني. يعني أنا يعني نكزت لما حكولي، وحكيت يعني صاروا يحكوا إنه أنت شايفة إني محجبة، فأنت مسموح لك تصلي ومسموح لك تمارسي شعائرك الدينية، وراح تكون إقامتك في كيبوتس اللي هو بجوز سمعتوا عنه مستوطنة زراعية في غلاف غزة. أنا طبعا يعني بعد ما سمعت هذا الكلام أنا يعني وقعت في حيرة إنه أنا شو عم بعمل هون، وخفت وشو يعني أنا بدي أروح أفوت على مستوطنة وأقعد مع إسرائيليين، ما عندي مشكلة في اليهود بس اليهود اللي برا فلسطين مش اليهود اللي جواها. وروحت وصار معي يومها كمان إنه أنا على الحاجز العسكري كثير تقلبت وحالتي حالي. وبعدين اتصلوا في بعثوا لي قبول، طبعا يعني هم كانت صفقة لإلهم إنه بنت محجبة تيجي حالك برنامج. هذا 2008، ما بنحكي احنا عن يوم انه ممكن يكون كثير في الانترنت وكثير الناس بتقدم وكثير الناس بتعرف عن هاي الفرص. وانا طبعا رفضت رفض قاطع، انا يعني ما مش قصة السلام والحرب، ورفضت بشكل قاطع لتشوفوا قديش هم بيهتموا انه يعني يستدرجوا لو شخص واحد لهذا الموضوع للتطبيع. انه انا كانت كثير يتم الاتصال في انه من اشخاص حضروا البرنامج من قبل. ما راح يكون صوتي واضح ولا كيف، مش عارف. المهم انه يعني بخلاصة الحديث ان انا بدي احكي لكم قديش هم بيحاولوا يستدرجوا لو أفراد، لو شخص واحد، لو وفعلا يعني كثير تم الاتصال في إنه ما راح يكون في خطر عليكي، وبالعكس البرنامج حلو في له مستقبل، وفعلا له مستقبل، بس أنا ما كنت معنية في الموضوع وما بدي أدخل في فخ التطبيع، وبالتالي رفضت الفرصة. وعدد من أصدقائي كثير اللي كان بيعرف في الوضع كان إنه ليش ما تروحي وليش ما يعني هي بس أنت بتروحي فصلين وبالآخر أنت بتكسبيها، إذا طلع لك ماستر في أمريكا كثير راح يكون منيح لسيرتك الذاتية، لكن في الآخر هي قناعات. أنا برأيي يعني لو كان فيها مكاسب لكن كانت قناعات، والحمد لله يعني صحيح بعد عدد من السنوات ربنا عوضني. بس يعني حبيت أوضح لكم قديش هم معنيين في التطبيع ومعنيين إنه علاقاتهم تصير طبيعية سواء مع الفلسطينيين أو مع دول الجوار. نتمنى أن يكون الشق الأول واضح وجيد، وإذا كان عندكم أي استفسارات سنترك المجال في النهاية إذا أردتم المزيد من الأسئلة. سنبدأ الجزء الثاني بحجج التطبيع ومن يقول أن التطبيع له منافع أو مكاسب، ما هي وما هي حججهم، حجج المروجين للتطبيع أو المناهضين له.
هلا التطبيع بزعم المؤيدين له والمروجين له انه بحقق منافع اولها للقضية الفلسطينية اللي هو بدعمها وبعزز صمود الشعب الفلسطيني من خلال اشعاره بوقوف جنبه ومساندة قضيته العادلة. طبعا هذا كانت اذا انتم متابعين التطبيع الأخير كانت الإمارات كثير روجت لهذا الموضوع إنها بتطبيعها مع إسرائيل ستوقف ضم الأراضي في الضفة الغربية والأغوار، وهذا للأسف ما لم يحدث. جمد لشهرين يمكن أو 3، لا أعرف المدة، لكن حاليا المستوطنات تكبر، وكل فترة والأخرى نسمع عن بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، والكثير من الأراضي في الأغوار يتم تهجير السكان فيها وهدم منشآتهم السكنية على رؤوسهم في عدد من المواقع في الأغوار. هلا الآخرون يزعمون أنه دعم للفلسطينيين وخاصة المقدسيين بدعم اقتصادهم، لما شفنا الوفود السياحية اللي إجت على القدس إنهم بيشتروا منهم فبيسمح في البيع والشراء، وبالتالي دعم الفلسطينيين في بيت المقدس اقتصاديا. وبعضهم يقول أنها تؤدي إلى ربط أبناء الأمة الإسلامية بفلسطين، يعني لما يجي هو على فلسطين ويزور الأقصى، وبالتالي تحافظ على ديمومة التواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وممكن وجودهم في القدس يجعلهم يساهمون في الرباط بالأقصى وفعاليات المقاومة اللي بتصير في الأقصى. زي ما بتعرفوا الأقصى يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات من مستوطنين إسرائيليين، وهناك الكثير من الحراك الفلسطيني في الأقصى للدفاع عنه والرباط في الأقصى. فيقال إنه التطبيع ووجود العرب في الأقصى أو في القدس بشكل عام سيساهم في هاي الفعاليات، إنه فعاليات مكافحة وجود الإسرائيليين في باحات الأقصى. وبعضهم يقول أنه يؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، يمكن هذا أكثر شيء اللي هو بيشتغلوا عليه بالتطبيع الأخير، اللي هو من خلال عمليات التبادل التجاري، الخبرات الاقتصادية الإسرائيلية، فتح باب الاستثمارات تخلق فرص عمل جديدة في دولهم، وبالتالي يحقق الرفاه الاقتصادي للشعوب العربية والإسلامية. وبيقولوا كمان إنه التطبيع مع إسرائيل بحسن من علاقة الدولة المطبعة مع الولايات المتحدة، يمكن هاي كان هدف بعض الدول في دخول للتطبيع أو مع العالم الغربي بشكل أوسع، لأنه بتعرفوا المنطقة العربية وضعها مش كثير تمام في أوروبا. وكما لو ناخذ مثال على هذا الشيء، بيكون أقوى شيء هو حالة السودان اللي دخلت في التطبيع مع إسرائيل بهدف إنها تخرج، يعني إحدى الأهداف لإلها كانت إنها تخرج من القائمة السوداء وتوصيفها إنها دولة راعية للإرهاب، والوعود بأنه سيتم سداد ديونها مديونيتها للبنك الدولي. وأخيرا اللي هو الاستفادة مما لدى إسرائيل من الخبرات ومعارف من خلال التبادل الثقافي والمعرفي والعلمي، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وبالتالي نقل التطور والحضارة الذي تتميز به إسرائيل إلى المجتمعات العربية والإسلامية. هلأ مما لا شك فيه إنه إسرائيل عندها قدرة معرفية بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، عندها منشآت بهذا المجال كثير بارعة وتروج لنفسها كثيرا في أوروبا. وأنا كان في ورقة من الأبحاث اللي أنا كتبتها كانت عن كيف تروج إسرائيل لنفسها إنها رائدة في قضايا المناخ وتدخلات في الحد من تغيير المناخ، إنه كيف أدى هذا الإشي إلى لا عدالة للفلسطينيين المجاورين لهم، وبالتالي استعمار أيضا الطبيعة الفلسطينية وتحويلها إلى
طبيعة جديدة، يعني اللي ممكن يشوف فلسطين بفوت على الغابات والأشياء اللي فيها بيعرف إنها فلسطين كأنها لا تنتمي إلى المنطقة، لأنه من كثرة الأشجار اللي تم زراعتها، واللي الحمد لله يمكن الحريق اللي صار آخر فترة في غابات القدس أنا كنت من الأشخاص اللي فرحوا فيه، لأنه كشف لما راحت أشجار الصنوبر هذه اللي زرعت، الصنوبر الأوروبية التي زرعت في جبال القدس، ظهرت المدرجات اللي عملوها أجدادنا في القدس وحافظت على الزراعة وحافظت على وأبرزت مدى ذكاء الفلسطينيين بالتعامل مع الأرض والتعامل مع المنحدرات الجبلية. فإسرائيل تروج لنفسها وهي فعلا رائدة في هذا المجال، وممكن سمعت قصص فضيحة شركة إسرائيلية اللي هي اتهمت في التجسس على برنامج بيجاسوس اللي هو كان للتجسس على العديد من النشطاء الدوليين. فبعض الدول ممكن تحب تستفيد من هذه الخبرات، بتعرفوا ما شاء الله نحن عندنا العرب الأنظمة تحفظ الحريات والحقوق وتصونها، فبالتالي ممكن تكون تحب تستفيد من هذه التكنولوجيا اللي لدى الإسرائيليين. هلا اللي بيعارضوا التطبيع أو يعني بيرفضوا التطبيع، شو بيكون الجدلية تبعتهم؟ هو إنه التطبيع يجدر الاستعمار الإسرائيلي في أرض فلسطين وبيجعل من وجوده طبيعي وشرعي، وبقضي على فكرة تحرير الأرض. يعني خلص أنا هذا الجار صار طبيعي ومش هو اللي طرد أخوي الفلسطيني وسكن محله، لا أنا خلص علاقتي أنا وياه منيحة وكل شيء تمام، فهو يجدر الاستعمار الإسرائيلي في أرض فلسطين. ثانيا إنه هو يعني منطقهم انه هو راح يدعم اقتصاد الدولة المطبعة، هو ايضا في المقابل يدعم الاقتصاد الاسرائيلي ومنشطه على حساب الاقتصاد الفلسطيني، خاصة انه موجة التطبيع الاخيرة حدثت خلال جائحة كورونا، وفي وقت غالبية الدول او مش كل دول العالم عم بتخطط للتعافي من تبعات الجائحة. كمان يساهم في تدمير الاقتصادات العربية والاسلامية، لانه الاقتصاد الاسرائيلي اقوى. هلا يعني ما أنا مش اقتصادية كثير، بس ممكن الإمارات تكون ند لإسرائيل في هذا الموضوع، لكن الدول الثانية اللي طبعت مع إسرائيل اقتصاداتها أكيد وبشكل واضح إنها أضعف من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي راح تتدمر في وجود تعاملها مع اقتصاد أقوى منها هي غير كفؤ له. كمان يساهم في نشر الانحلال الأخلاقي والفكري والثقافي، بيقضي يعني مثلا لما احنا ننشر أفلام أو أعمال سينمائية بها ممثلين إسرائيليين، زي مثلا جال جادوت اللي هو انعرض فيلمها وندر وومن في عدد من صالات السينما العربية، مش شخصية كثير يحتذى فيها، وإنك تشوفها مثال للمرأة مثلا العربية تقلدها. القضاء على ثقافة المقاومة وفكرها، وبالتالي تصبح المقاومة إرهاب وتطرف يجب محاربته. يعني أنا خاصة لما بدي أصير صاحب الإسرائيلي ما راح أحاربه، وبالتالي أنا بصير ضد المقاومة. يعطي فرصة للتأثير على الشباب الفلسطيني والعربي وتغلغل الأفكار الصهيونية من بين الأوساط العربية، وهي اللي شفناها زي مثلا في ناس ديلي والإعلاميين الإسرائيليين اللي بيطلعوا. ومن خلال التطبيع بيتم الترويج للنموذج الصهيوني على إنه نموذج الحضارة التقدم المنشود، وخلق حالة من التبعية لهذا النموذج، إنه أنا بدي أصير أقتدي فيه عشان أنا أصير زيه متطور وحضاري وعندي كل هالتكنولوجيا وما إليه. هل في استثناءات للتطبيع؟ احنا حكينا انه ممكن في إيجاب، في ناس بتحكي في منافع وفي مكاسب، هل في استثناءات للتطبيع؟ نعم، في هنالك استثناءات. مثلا لما انا اشارك المشاركة عربية في منتديات ومحافل دولية بتعقد خارج الوطن العربي مثل مهرجانات ومعارض، وبشترك فيها إسرائيليين إلى مشاركين دوليين، وما بتجمعني أنا فيهم على نفس المنصة. يعني ما بيكون أنا لازم أقابل الإسرائيلي وأحكي معاه وأتناقش معاه، هذا مش تطبيع.
الإشي الثاني اللي هو إذا أنا ما في عندي بديل بالوقت الراهن، يعني في حدا حكى هون عن الكمبيوترات مثلا، ما عندي منتج بديل إذا أنا بديش أقاطع المنتجات الإسرائيلية، مثلا زي شركة إنتل هي شركة أمريكية بتصنع الشرائح لتشغيل الحواسيب، بتستثمر في كثير يعني بالمليارات في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو يجعلها متواطئة في دعم اقتصاد إسرائيل. بس ليش ما بقدر أقاطعها؟ لأنها هي تحتكر تقريبا تصنيع الشرائح، وبالتالي أي حملة لإني أعملها ضدها لمقاطعتها بتكون فرصة نجاحها ضئيلة. كمان التعاون مع أطراف إسرائيلية حتى لو كانت حكومية لمواجهة حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، يعني مثلا لو تعاوننا مثلا الجانب الفلسطيني مع الإسرائيلي فترة كورونا، أو صارت كارثة لا سمح الله، صار زلزال، لأن أرض فلسطين أكيد راح يصير فيها زلازل، لو صار تعاون في هذه الفترة فأكيد الأولوية هي حماية النفس البشرية، وبالتالي ما بعده تطبيع. أو مثلا لما حدا من غزة بده يجي يتعالج في مستشفيات الضفة الغربية وما في مجال إنه يتعالج إلا هيك، فبالتالي أنا مضطر إني أتعامل مع العدو، وإني يعني يصير في علاقة بس في هذه لهي الحاجة. كمان التعامل مع مؤسسات أو أفراد، يعني هاي أنا بنظري التعامل مع مؤسسات أو أفراد إسرائيليين بدعموا القضية الفلسطينية. هلأ هل في فعلا مؤسسات كانت دعمت أو أدى عملها اللي إنه يفيد القضية؟ نعم، مثلا في عندنا مؤسسة اسمها، أنا جبتها كمثال مش هي الوحيدة، مؤسسة بيت سالم اللي هو المركز الإسرائيلي للمعلومات. هذا بشهر كانون ثاني طلع تقرير قرر يعني بمجمله حكى انه هذا النظام الاسرائيلي هو نظام ابرتايد. هلا قبليها كان اي حدا بدك تحكي عنده في اوروبا او في امريكا كله اسرائيل ابرتايد، كان يرفض قطعا الاستماع لإلك، ويعني يصير كثير لغط، انت بدك تستخدم مصطلح الابرتايد او بدك تستخدم مصطلح التطهير العرقي او كذا او الاستعمار، يعني كل واحد له مدلولاته. فهذه المؤسسة حكت لا، هو نظام ابرتايد، نظام تفوق يهودي من النهر إلى البحر. إذا فبالتالي الأجانب لما يشوفوا إنه مؤسسة إسرائيلية عم بتقول إنه أنا حكومتي هي حكومة أبرتايد أو النظام الإسرائيلي بشكل عام أبرتايد، فأنا يعني راح تكون عندهم إنها هي عندها مصداقية وإنه راح تأخذ في كلامهم. بدي أطرح سؤال وأشوف إيش رأيكم. هل بعد ما ناقشنا المكاسب والمخاسر، هل ممكن إنها الدول العربية سواء اللي طبعت في الماضي أو اللي طبعت حديثاً، هل برأيكم استفادت من التطبيع؟ استفادت انقلاب شعوبها عليها؟ من اللي بيحكي حالنا بقى أسوأ من أي بلد؟ إذا أنا أقرأ في غالبية التعليقات إنها هي لم تستفد، وهو فعلا ما حدث. إسرائيل يعني للي لا يعرفها هي لن تدخل في شيء سيفيد الآخر أكثر من نفسها، يعني هي لن تدخل في أي معاهدة أو في أي موضوع لن تدخل فيه إلا إذا كانت هي الرابح الأساسي، يعني باتفاق أوسلو. لو تفكر فيها، لماذا أعطت مثلا الفلسطينيين الحق إنهم يرفعوا علم فلسطين في بعض الأراضي الفلسطينية، مع إنه كان قبل أوسلو جرم، يعني كان إشي خطير إنك أنت ترفع علم فلسطين فوق بيتك، بعد أوسلو صار مسموح. يعني أكيد مش لسواد عيوننا، وظهر هذا بعد يعني بعد سنوات قليلة من أوسلو. شفنا قديش تسارع وطأة المستوطنات، زادت عددها، تضاعف تقريبا عدد المستوطنين في الضفة الغربية، حدث التنسيق الأمني، يعني كثير كان كل الأشياء لو نناقشها هي كانت ممكن لا نجد 10% تصب في صالح الفلسطينيين، فهي لن تدخل في اتفاق إلا إذا كانت هي الرابح الأكبر.
طب مش قادرة أقرأ، مش عارفة، عندي مشكلة في الشات، مش عارفة أقرأ كل الإجابات. بس بالنظر إلى التجربة اللي حكوا مصر والأردن، هي فعلا أو زي أنا قلت عن أوسلو اللي هو مع منظمة التحرير الفلسطينية، لا يوجد مؤشر حقيقي يدل على تحسن اقتصادات هذه الدول، مع أنه كان الوعد أنه تتحسن اقتصاداتهم ويستفيدوا هم من الـ من الـ من هذا التطبيع، لكن لا يظهر أي مؤشر. في حالة المغرب ممكن كان ظاهري كبداية أنه هم استفاد من التطبيع لما اعترفت الولايات المتحدة بسيادتها على الصحراء الغربية، لكن أنا هون بدي أسأل، أو مش أنا لحالي، يعني في أكثر من حدا عم بيسأل، هل الاعتراف الأمريكي مثلا في الصحراء المغربية مضمون، وهل هو دائم مع تغير الإدارات في الإدارات الأمريكية؟ هل هو دولي أو أممي؟ يعني هل هو ملزم لكل العالم؟ وهل هو قادر على تغيير؟ يعني هلا أوكي اعترفت أمريكا، هل هذا قادر إنه ينطبق على أرض الواقع ويصير في تغير في كافة المعادلات المتعلقة بهذه المسألة؟ إيه كمان لو ناخذ مثلا عن الامارات، اللي هي ممكن تكون استفادت فعلا، لو يعني مبدئيا احنا لسه عم نحكي عن اقل يعني سنه تقريبا من التطبيع، كانت هي الاسرع طبعا في تنفيذ صفقات الشراكه والاندماج الاقتصادي والتجاري مع اسرائيل. بلغ حجم التبادل في قطاع الاعمال بين الجانبين 500 مليون، هذا الحكي بعد سنه من التطبيع، دون طبعا الاستثمارات من الاتفاقات حول السياحة والطيران والخدمات المالية. وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، وبحسب القنصل الإسرائيلي. هلأ شفنا مثلا في السودان في حديث إنه هم يعني التطبيع يعني صار في وقته، لكن لم ينفذ منذ ذلك الوقت أي نوع من الاستثمارات التي وعدت السودان فيها، خاصة في المجال الزراعي. أثر التطبيع، هلأ أنا نحكي عن القضية الفلسطينية، إيش ممكن يأثر تطبيع الدول العربية على القضية الفلسطينية؟ اللي هو ممكن يشرع الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والعودة، ووجود للأسف داعم للاحتلال من أبناء جلدتنا، تأطير القضية الفلسطينية وكأنها نزاع حدودي بين دولتين جارتين، والغفلة سهوًا أو عمدًا عن طبيعة الكيان كمشروع غربي استعماري لإخضاع المنطقة كلها. يعني هو مش إجا بس ليحتل فلسطين، هو إجا ليأثر على المنطقة كلها ويخضعها للسيادة الإسرائيلية. ضخ أموال وتعزيز اقتصاد المشروع الاستيطاني اللي هو ضد أصلاً القانون والمواثيق الدولية زي ما قلت لكم سابقاً، ويواجه تداعيات وخسائر مالية، قلنا إنه منتجات المستوطنات لا تقبل في غالبية الدول الأوروبية. بالمقابل راحت عقدت شركة إماراتية 4 اتفاقيات لاستيراد منتجات زيت الزيتون والنبيذ من شركات إسرائيلية واقعة في مستوطنات الضفة الغربية والأغوار. والاستيطان يعني بكبد السوق الفلسطيني خسائر، يعني هذه انت عم بتروح بتفيد المستوطنات، والاستيطان بشكل عام يكبد السوق الفلسطيني خسائر بالمليارات سنويا، نتيجة منع السلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى الأراضي واستعمالها والاستثمار في مناطق اللي هي جيم. فإذا ال سوري فإذا زي ما شفنا إنه كل التطبيع هو شر بالنسبة للفلسطينيين، عشان هيك طلع الحمد لله قياداتنا نددوا فيه وقالوا عنه إنه طعنة في الظهر وكفى. وممكن آخر إشي ممكن نحكيه عن تأثير، يعني إيش أثر التطبيع على القضية الفلسطينية، هو تشويه القضية الفلسطينية زي ما شفنا في حملة إعلام قوية مسخرة لهذا الغرض، اللي هي حاولت خلال فترة التطبيع عشان تبرر مسوغاتها للتطبيع إنه تشوه بالمقابل صورة الفلسطينيين.
يعني أنا بدي أدافع عن حالي، فكيف بدي أدافع حالي؟ بدي أقول إنهم الفلسطينيين كلهم شر، هم باعوا أراضيهم في الماضي، هم تاجروا في قضيتهم، هم دائما بحملوا مسؤولية أوضاعهم الحالية والارتفاع نسبة البطالة والفقر عندهم، لا هم اللي بيتحملوا المسؤولية، مش الاحتلال هو له دور أساسي في هذا الموضوع. وعدا عن هيك، في عدد من أطياف اللي هو بالدول العربية اتهمت بعض الفلسطينيين بالإرهاب والتبعية للخارج، ممكن كنتوا تسمعوا هاي القصص، وهو أمر إضافة لخطئه وزيفه ولا أخلاقيته، خطير جدا على وعي الشعوب ومستقبلها. يعني لما تصير تسمع إنه قصص الفلسطيني باع أرضه وما إلى ذلك، فأكيد هذا راح يغير من نظرتك لفلسطين ودعمك للقضية. خلينا نيجي للسؤال، حابة أشوف رأيكم، شو بعد ما إحنا اللي ناقشناه سابقا بخليكم تفكروا ليش إسرائيل حريصة على التطبيع مع الدول العربية؟ عم بشوف يعني إجابات فعلاً منطقية، عم بيحكوا إنها هي دولة صناعية بتسعى لتسويق منتجاتها، فعلاً لما المنتجات المستوطنات انرفضت في أوروبا وهي عم بتحاول تصدرهم في دول شرق آسيا اللي الحريات والحقوق عندهم ممكن يهتموا فيها أقل درجة مما يهتم به في أوروبا، فأكيد لما تلاقي إلها صرفة في الوطن العربي بيكون أحسن وأحسن، تضمن أمنها صح، تعمل إقليم يعني مصير إقليمي، بحيث إنها يعني استراتيجيا رح يكون كتير مهم لإلها إنها تكون تلاقي إلها مصير أو مناصر إقليمي أو جار، تأمين حدودها، استنزاف خيرات الدول، المياه، فعلا المياه هي في حد عن حكى، لتكميل مشروعها الاستيطاني الصهيوني، تشكيك، اوكي تمام كل شيء تمام. اذا هذا واضح، ما بدنا نحكي فيه اكثر. هل الشعوب، كيف قابلت الشعوب موجة التطبيع اللي صارت؟ هل كانت الشعوب راضية؟ يعني صار التطبيع على مستوى الحكومات، ماذا حدث على بالشارع، بنبض الشارع الذي نعول عليه؟ طبعا في كثير حركات، يعني هم الشعوب ما مركت الموضوع بشكل طبيعي زي ما احنا شفنا. احنا ممكن شفنا كم من فيديو لاشخاص معدمين لا نعرف من هويتهم جاءوا الى اسرائيل وتغنوا فيها، لكن على المستوى الشعبي بعيدا عن هؤلاء الاشخاص المعدودين على الاصابع اللي ممكن تكون اصلا الحكومات او تم تجنيدهم لبروباغندا التطبيع، على في الشارع كانت في كثير مناهضة شعبية للتطبيع، خرجت كثير من المسيرات والمظاهرات في المغرب، في البحرين، وفي دول أخرى في السودان، كان في حملات شبيهة مع دول حتى لم تطبع، مثلا في الكويت كان في مبادرة أحببتها جدا إنه كل بيت ضاف قديش المسافة من البيت هذا للقدس، يعني ضافوها لأرقام منازلهم. مثلا في قطر بعرف عن حملة بتحاول توعي في لأنه بصير حالات من التطبيع الأكاديمي والرياضي كثير في قطر، ممكن أصلاً كمان لأنه قرب المونديال فممكن تصير هذه الحوادث، ففي كثير حملات شعبية بتحاول توعي، يشتغلوا فيها الناس على الأرض بجهدهم الشخصي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أو كأشخاص ناشطين. تعرفوا أشياء عن هذه؟ عمركم شاركتوا في حملة أو كنتوا أنتوا المبادرين في عمل شيء شبيه؟ فعلاً هم في بعض المظاهرات تم فضها، كانت الحجة إنه كورونا والتباعد الاجتماعي،
بالنسبة لمصر أنا شايف يعني كونها يعني بالنسبة لي مصر لم يخرج التطبيع بعيدا عن مستوى الحكومة، يعني بالنسبة للشارع لا أجد تقبل شديد من الشعب المصري لأن تبنى علاقات طبيعية وصداقة ما بين مواطنين إسرائيليين. ولبنان أيضا نشيطين جدا، حتى في لبنان كانت لما طلعت المذيعة رايا عملت لقاء مع جال جادوت الممثلة الإسرائيلية والمجندة السابقة في جيش الاحتلال، في حملات يعني، وحتى كثير كان في نقاش شديد بين اللبنانيين ضدها، لأنه لقائها مع إسرائيلية كان ضد القانون اللبناني، فاللبنانيين دائما في إذا الشعوب الحمد لله يعني ممكن نراهن عليها أنه لسه في عندها وعي، وإن شاء الله ما تنجرف أكثر باتجاه التطبيع. هلا في حملات زي ما كنا حديثي طبعا للمقاطعة وكشف الجرائم الإسرائيلية وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال. في ديسمبر اللي الجاي يعني إذا عشنا لإله راح يكون في المس يونيفيرس، كان في حملات حاليا لطلب من المشاركات انهم يقاطعوا هذا الحدث. في حفيد مانديلا اللي من جنوب افريقيا بيقول لا يوجد ما هو جميل في الاحتلال والتمييز المؤسسي ضد الشعب الفلسطيني، واشار الى ان الاحتلال الفصل العنصري الاسرائيلي لا يقل خصه عن نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ويجب ان كما استجاب العالم لدعوتنا للوقوف في تضامن عالمي ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، والان نكرر دعوتنا لمقاطعه حملات الفصل العنصري في اسرائيل وفرض عقوبات عليها. وعقب على ذلك بقول يجب ألا ندعم أو نضفي الشرعية على إيذاء إخواننا وإخوتنا الفلسطينيين. طبعا في كثير شغلات زي هيك، حملات تمت لمقاطعة مؤتمرات أو احتفالات عالمية سوف تتم في دولة الاحتلال، كان في قبل اليوروفيجن كان في كثير تحرك لمن يعني لدعوة بعض الممثلين لعدم زيارة إسرائيل، في مثلا حركة اللي هو الغسيل الوردي اللي هم بيكشفوا فضائح إسرائيل انتهاكها لحقوق النساء والأشخاص متعددي الجنسانية اللي هم استغلهم إسرائيل للترويج لنفسها إنه أنا بعطي حريات وبلد ديمقراطي وكذا. فكان في كثير حملات تطلب اللي هم رح يجوا لإسرائيل أو يتعاملوا مع الكيان الصهيوني إنه يتوقفوا عن ذلك. كان مثلا مباراة برشلونة اللي كانت رح تصير مع بيتار القدس، طلب في الآخر برشلونة إنه تجري المباراة خارج مدينة القدس، لكن رفض الجانب الإسرائيلي وبالتالي ألغيت المباراة. فإذا أنت بدك تقول عن المقاطعة إنه هل الحملات هاي ممكن تأثر أو لا، مثلا في ملكة جمال الكون حاليا أعلنت ملكة جمال ماليزيا وإندونيسيا انسحابهم من المشاركة لأنها ستجري في أم الرشراش في إسرائيل. فإذا هي لو بسيطة بتأثر وهذا يوجع الاحتلال. رح نحكي هلا عن تقريبا آخر شيء اللي هي عن نماذج مشرقة في مجال مقاومة التطبيع أو مناهضة التطبيع. كثير بتبرز، ممكن لسه ذاكرتكم فريش لإلها لأنه تزامنت مع انسحاب اللي هو مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبد الرسول من أولمبياد طوكيو 2020 لأنه رفض مواجهة الإسرائيلي. وهذا الإشي ما كان الأول يعني من نوعه، التاريخ الرياضي حافل في مناهضة التطبيع ورفض مواجهة إسرائيليين. في المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع عجبتني
لافتة منهم أنهم هم يعملوا زي بطاقة تعريف سجل شرف بأسماء أشخاص رفضوا التطبيع، رفضوا مواجهة إسرائيليين، أو عملوا حملات أو ساعدوا في نشر ثقافة مقاومة التطبيع أو المقاطعة. فهذه جزء منها واحد للرياضي عبد الله العنجري من الكويت اللي انسحب من بطولة عالمية وضعته الكرة مع لاعب إسرائيلي. وهي الانسحابات بحب يعني بس نسلط الضوء عليها شوي، لأنه بلشت في 1991، كانت البداية الشرارة لرياضي جزائري وتكررت. ولاحقا في امثله للاعبين مصريين، للسعوديين، للكويتيين، لقطريين، من كل الدول العربيه، مغاربه، الجزائر طبعا معروفه، تونس، غالبيه لبنان، بديش نحكي بلدان عربيه باسمها، لكن اللائحه طويله ما شاء الله، وان شاء الله دائما نرى نماذج زي هذه. صحيفة دعوات أحرنوت حكت عن الانسحابات هذه، بتقول: العرب يجعلوننا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا. توجد كل أنواع اتفاقات السلام والحبر الذي يكاد ينتهي بالطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض فيثبت الرياضيون العرب أن إسرائيل بنظرهم ليست موجودة. هذا الحديث يعني في كمان مثال، يعني أنا حاولت أجيب الأمثلة بس الحديثة، لطالبة هندسة معمارية من الجامعة الأردنية لما وضعتها القرعة، كانت هي طبعا مصممة مشروع عالمي لإيجاد حلول للمدن للتعافي من أثار وباء كورونا، وهي رفضت إنها تنافس الجانب الإسرائيلي. قالت إنه منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل إثبات لوجوده، وهذا مرفوض. وقامت بالانسحاب لتعلق لاحقا على صفحتها على الفيسبوك بجملة: نحن مبادئ تختبر. وفي كمان اللي هو طفل صغير بطل موريتاني في رياضة الشطرنج، عبد الرحيم محمد، كان عمره 14 سنة لما قرر الانسحاب من مواجهة إسرائيلي لأنه رفض اللعب مع ممثل لدولة وهمية غير موجودة في الحقيقة. فهي النماذج ما شاء الله يعني يجب أن يحتذى بها ويجب أن يتم تقديرها. تعرفوا أشخاص أو طبعا أنا أعرف نماذج أخرى، بس هذه بس مجرد ممكن ما حدث حديثا. طبعا رياضيين الجزائريين معروفين دائما في لفتاتهم. جينا تقريبا للخاتمة تقريبا. هلا اللي بحب أختم فيه اللقاء هو إنه ما زال هناك رهان منطق على الشعوب وقواها الحية ونخبها بأن تعكس هذه الخطوات التطبيعية وتأدها فيها وهي في بداياتها حتى حين أمكن، يعني أنه نحاول نناهض التطبيع قدر الإمكان أو نبقيه في الحد السياسي الأدنى مع الأنظمة بدون النفوذ، بدون التغلغل إلى المستوى الشعبي. كمان أنه هو تم ويتم تغيير المناهج للأسف التعليمية، بحيث أنها في كثير من الدول العربية تتناغم مع متطلبات الغرب، وهنا يجب العمل تكون أنت بديل، يعني عمل على بناء فكري وتوعوي للأجيال القادمة لحمايتها من تسلسل الفكر والأيديولوجية الإسرائيلية. يعني ممكن أنتوا تكونوا واعيين ومدركين لما يحدث الآن، لكن الأطفال هلأ اللي رح يجوا ممكن ينشئوا جيل يتقبل إسرائيل ويقبل ويتعامل معها بشكل طبيعي. فإحنا هدفنا إحنا أنتوا كآباء وأمهات رح تكونوا إن شاء الله خلال سواء حالياً أنتم أباء وأمهات أو رح تكونوا في المستقبل القريب، لازم تكونوا أنتوا يعول عليكم في بناء فكري وتوعوي
متين للأجيال القادمة بحيث لا تؤثر عليها هذه المناهج التي يتم تأسيسها. كمان تفعيل أداء الدبلوماسية الفلسطينية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية باتجاه التحرك لمنع خطوات تطبيعية أخرى في دول سر باسمها ضمن المطبعين المتوقعين قريبا. يعني صرنا نعرف عدد من الدول التي ستطبع قريبا زي جزر القمر، يجري الحديث عن دول أخرى متعددة. ممكن نحن نتحرك قبل فوات الأوان ونفعل التواصل مع هذه الدول بحيث لا تكون تتبع قطار التطبيع الحالي. وكمان إن إحنا كأشخاص ممكن إن نقاطع المنتجات والبضائع الإسرائيلية والشركات الداعمة لها، ودائما ندور عن بدائل. في حدا سألني عن الشركات، هلأ في 2020 مجلس حقوق الإنسان أصدر قائمة تضم 112 شركة غالبيتها تعمل في إسرائيل وجزء منها يعمل خارج إسرائيل ولكنه يدعم اقتصاد إسرائيل بشكل مباشر. هذه القائمة اللي هي بتتكون من 112 شركة بتقدر تلاقوها على الإنترنت شو هي الشركات هذه. ممكن إحنا بوعينا إن نقاطع هذه المنتجات ونحاول ندور على بدائل، إما ممكن من منتجاتنا المحلية أو من منتجات دول تدعم القضية الفلسطينية أو بالنهاية تصب في صالحنا كمسلمين أو كسكان في المنطقة العربية. في عندكم أي أفكار أو مقترحات ممكن تشاركونا فيها للعمل على مناهضة التطبيع؟ يمكن هذا يكون آخر شيء ممكن ناخذه في هذا اللقاء. هو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ممكن كمان تلاقيهم على موقع البي دي أس، تعرف عن الشركات. مثلا أنا بفلسطين أعرف الشركات لأنه منتجاتهم موجودة في السوق الفلسطيني للأسف، لكن أنا كشخص أقرر أن لا أستخدم هذا المنتج وإنما أبحث عن المنتج الفلسطيني أو منتجات أخرى. يأتينا منتجات مثلا من الأردن، من مصر، من تركيا، من الصين، لكن لا أشتري المنتج الإسرائيلي. صح، إذا من الأفكار إنه ندعم المنتجات الفلسطينية. في ناس ممكن تقول لك إنها هي الكواليتي، النوعية تبعتها مش كويسة، لا ترتقي للنوعية الإسرائيلية، لكن لما تفكر إنه أنت عم تدفع بسبب هذا الإشي الزاكي ثمن رصاصتك، أكيد راح يكون تفكيرك أكيد لازم يغير من طريقة تعاملك وتفكيرك أو اهتمامك إنه الإشي زاكي، مع إنه يعني عم تتطور. يعني الإشي أنت إذا يعني دعمته مع الوقت رح تتحسن الصناعات إن شاء الله الفلسطينية وترتقي لمستوى أفضل. زيادة الثقافة، في سندس بتقول إنه زيادة الثقافة العالمية والعربية عن تاريخ فلسطين كما هو الحال مع هذا الدبلوم. فعلاً يعطوهم العافية في هذا الدبلوم، هم يخدمون القضية الفلسطينية ويوعون وينشرون عنها. فعلاً ممكن تكون في الفلسطيني تحت أي جنسية لو دخل عن طريق مطار الصهاينة، هل هو تطبيع ودعم؟ لا أعتقد، لم يخطر في بالي التفكير في هذا الموضوع، لكن ممكن أصلا هو لا يستطيع الدخول عن طريق البري كما يحدث معي. أنا مثلا أضطر للسفر عن طريق الجسر الملك حسين إلى الأردن، ومن ثم إذا بدي أسافر إلى بلد آخر حول العالم. ممكن الفلسطيني القادم من أمريكا الأسهل له أو الموضوع الفيزا أن يقدم عن طريق مطار الإسرائيلي. فعلا كان في غزة لا يضروا اقتصاد غزة، عمدوا إلى السياسة بالنسبة للدور أنه لازم يقمعوا عناقها، وهذا أدى إلى تلفها إسرائيل. طبعا يعني انتهاكات أو
التي تقوم بها إسرائيل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني و يعني التضييق علينا كفلسطينيين يتم بعدة طرق وعدة مجالات، ومن ضمنها قطاع الزراعة. طبعا قطاع الزراعة في فلسطين كثير متضرر من مما يفعله الكيان الصهيوني. يستوردون المانجا، في أي بلد تستوردون المانجا؟ غالبا المنتجات غزة تأتي إلى، يعني طبعا أنا زي ما حكيت في اتفاقات بين فلسطين والجانب الإسرائيلي، كان اتفاقية باريس الاقتصادية ربطت الاقتصادين ببعض، فإحنا اقتصاد تابع، يعني لا يوجد اقتصاد فلسطيني مستقل ومئة بالمئة، وإحنا نتبع لدولة. يعني كيف علاقة بين المستعمر والمستعمر؟ يعني بسيطة، نحن نتبع لإملاءات النظام الإسرائيلي، فبالتالي هنالك منتجات طبعا فلسطينية تدخل إلى إسرائيل، ونحن نستورد الكثير الكثير من المنتجات لا يوجد لها بديل، أو لأنه يتم محاربة الزراعة الفلسطينية، لأنه إذا يعني إسرائيل لعبت كثيرا على هذا الموضوع، انها تخرب علاقه الفلاح الفلسطيني مع ارضه، بحيث انه يصير يقول ليش انا ازرع، انا اروح اشتغل مثلا في اسرائيل، بيكون الراتب احسن والناتج طبعا المادي احسن. فهي حاربت الزراعات الفلسطينيه، وبالتالي نحن صرنا مضطرين الى استيراد الكثير من المنتجات من الجانب الاسرائيلي، لانها غير موجوده في سوقنا الفلسطيني. نعم، في المقابل هم يمنعون دخول بعض المنتجات، يعني الكثير من المنتجات الفلسطينيه لدعم اقتصادهم هم، يعني هم بالاخر يريدون الفائده لهم انفسهم. كي يعطيكم العافيه، اظن احنا خلصنا هيك، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا وتعلمتوا، وانا كمان استفدت من تعليقاتكم، وان شاء الله نراكم في لقاءات اخرى.